بسم الله الرحمن الرحيم. ودي بداية حتى أن أشكر إخواني المهندسين وأعضاء مجلس النقابة والإخوة المهندسين لحضورهم هذا اليوم وتوفير هذه الفرصة لي لأتحدث عن هذا الموضوع اللي شغل الرأي العام قبل الناس المختصين هو موضوع الهزات الأرضية. والحقيقة صارت أنشطة كثيرة في العراق على شكل محاضرات وعلى شكل ندوات ومناقشات في يعني محافل مختلفه واماكن مختلفه، وبالفعل هذا الموضوع يعني يستحق هذا الاهتمام لانه اللي صار حقيقه هي هزه، انا اقدر اسميها الهزه الانذار او الانذار الاولي، هذا لا يعني انه هذه هي الهزه الاقوى، ومتوقع انه هزات اخرى مثل ما راح هسه نشوف من خلال تفاصيل هذه المحاضره. هذه المحاضره الحقيقه راح تركز لانه احنا نتكلم الان مع شريحه المهندسين، راح تركز على الجانب الهندسي، والجانب الهندسي طبعا احنا نعرف المهندسين مرات يكونون مصممين ومرات يكونون منفذين ومرات يكونون مشرفين، فراح تاخذ جانب خلينا نقول الاشراف او التنفيذ او التنفيذ المباشر مثل ما راح نشوف ان شاء الله بالتفاصيل. خلي اول شيء نتعرف شنو اللي صار في 12 تشرين الثاني من العام الماضي في الساعه 6:18 دقيقه، هذا الحدث المهم واللي مثل ما نقول هز العراق تقريبا اغلب المحافظات. هذا المشهد يعني عثرت عليه في اليوتيوب، ما مكتوب في اي مدينه ولكن انا اتوقع انه في السليمانيه، نعم بالعراق طبعا هو اكيد بس ما اعرف يعني اي مدينه بالضبط. مثل ما تشوفون حالة هلع، الناس ما تعرف شو تسوي، تحاول ان تغادر المبنى اسرع وقت، ويعني ما ادري بالنجف يعني الصوره كيف كانت، لكنه في بغداد اكثر الناس خرجوا الى الشوارع، يمكن شويه التاثير كان اقل بالنجف. اللي صار انه هذه الهزه الارضيه اللي كانت على حدود الفاصله بين العراق وايران، وكان اعتقد مركزها يعني المنطقه القريبه من حلبشه، ومثل ما تشوفون الان مستوى الشعور بالهزه يعني تقريبا هو محسوس ويغطي اكثر مناطق العراق. اذا من حقي ان اسمي هذه الهزه هي هزه الانذار الاولي، لانه بفضل الله انه ماكو خسائر يعني بشريه، ولا اعتقد اكو خسائر ماديه يمكن قليله في شمال العراق في المدن المتاخمه في مركز الهزه، ولكن في يعني بلد مجاور هو ايران هناك خسائر كثيره، ولا سيما كان هناك مشروع سكني جديد في كرمانشاه وكانت في خسائر كثيره، حتى ادت الى لجان تحقيقيه مثل ما سمعنا من اصدقائنا المهندسين الايرانيين، صار كلام انه ليش هذه الخسائر صارت في هذا المشروع الجديد. حتى نتعرف اكثر عن الهزات الارضيه، خلينا نشوف واحده من التجارب اللي مر بها العالم اللي عاني من هذا النوع من الكوارث المائيه، وهي نيوزيلندا بالتحديد مدينه كريست. مدينة تعيش حياة طبيعية قبل بضع سنوات، وراح نشوف كيف تعرضت إلى أيضا هزة أرضية والخسائر اللي صارت، وكيف نهض هذا المجتمع بمسؤوليه ومختصيه حتى يتجاوز هذه الأزمة. في عام 2011 في 22 شباط كان هذا هو المشهد. عصر التوازن قاعد على كرسي متحرك صار حسيت بس لا رجع لعصر التوازن صحيح يعني كل أكثرية يعني تصور انه هو دايخ يعني مساله شخصيه بس هو حزبيه ما متعلمين طبعا على هكذا وان شاء الله يعني مثل علينا مره اخرى لكن يجب ان يكون عليكم السلام.
طبعا مثل ما تشوفون هذه الهزه في نيوزيلندا سببت اضرار يعني كثيره ومختلفه، بس راح نلاحظ ان شاء الله من خلال الكلام انه الهزات الارضيه مشكلتها مو مثل الاحمال البقيه، يعني تؤدي الى اضرار متنوعه مختلفه وفي مباني ايضا متنوعه ومختلفه، فلذلك التحصين ضد هذا النوع من الكوارث يعني حقيقه صعب وليس سهل، مثل ما راح نشوف احنا غرض من المحاضره انه احنا نتعلم، ويختم هذا التقرير بجمله لنيلسون مانديلا انه ليس المشكله انه الواحد يسقط لكنه الشيء الجيد انه الواحد ينهض بعد السقوط. عليكم السلام، تفضلوا. طبعا صارت انشطه مختلفه في بالنسبه الى هذا الموضوع، ويعني في جامعه الكوفه احنا ايضا يعني قمنا بمجموعه من الانشطه. هسه انا قدمت انه احنا لازم هناك يعني مجموعه من المستويات نتحرك فيها حتى نقاوم هذا النوع من الكوارث. المستوى الاول هو التصميم، انه انت تعرفني شلون تخليها مقاومه للزلازل. لازم المصمم وبالذات الانشائي قبل غيره لازم يخلي مجموعه من التفاصيل والتحصينات في المبنى بحيث يقاوم الهزه بدون خساره. والدليل على هذا انه نشوف الهزات الارضيه عندما تصير في بلدان متقدمه دائما الخسائر قليله، بالرغم من الهزات الارضيه قويه جدا، والعكس صحيح لا سمح الله، في بلدان مثلا اللي هي خلينا نقول هاي العباره متاخره هندسيا نلاحظ الخسائر دائما تكون الاف عشرات الالاف. يمكن اخر زلزال او احدث زلزال سمعنا به هو زلزال مثلا هايتي اللي لحد الان يعني المجتمع في هايتي حتى يأن من هذه الخسائر، ونشوف تقايم باستمرار منظمات انسانيه ما قاعد تلحق على تدارك المآسي اللي صارت بسبب هذا الزلزال. لذلك كان اول الانشطه الحقيقه هو اقامه ورشه عمل تخصصيه لتعليم المهندسين الانشائيين بالتحديد على التصميم. تعرفون احنا المركز الوطني في وزاره الاعمار والاسكان هو الدائره الرئيسيه للتصميم في العراق، اللي هو صار بعد دمج مركزين مهمه، المركز القومي كان اسمه كان في المقبره الشرجي، ومركز الادريسي للشارع الهندسي كان في العلاوي. اندمجوا سوا وصار المركز الوطني. لذلك عقد نظمنا بالتعاون وياهم ورشه تخصصيه، وايضا سجلناها وبثيناها على اليوتيوب في تقريبا 8 ساعات من محاضرات متواصله حتى تفيد المهندسين. لكن المهم هنا شنو اللي صار توصيات لهذه وكثر يعني رفعت الى سلسله المراجع ولا سيما في الوزاره، انه احنا اهم شيء عندنا خارطه زلزاليه، هذا الحدث اللي صار لازم نحدث الخارطه الزلزاليه، راح اتكلم بعد قليل راح نشوف احنا ما نقدر نحصل ادنيتنا اذا ما نعرف شنو الخارطه الزلزاليه وقوه الزلزال، لان احنا سابقا كنا مطمئنين ان الخارطه الزلزاليه كان شو تقول مثلا؟ اطمئنوا ماكو زلازل الى اخره مثل ما صار في مصر. الشيء الاخر تحريات التربه، طبعا احنا كل تحريات التربه ما لها علاقه بالزلازل، راح ابين لكم ان شاء الله اليوم شنو علاقه تحريات التربه وشنو لازم نسويه الان في ابنيتنا، ايش نطلب خاصيه معينه حتى هذه المعلومه ناخذها وين نخليها في التصميم الزلزالي للابنيه. هم طبعا باعتبار ايضا المركز الوطني للمخدرات الانشائيه وعنده فروع في كل المدن، فكان توصيه انه يقومون بهذه الخاصيه اللي راح استخدمها بعد كم. الشيء الثالث انه تطوير القدرات، واحنا هسه الان هذه قعدتنا واجتماعنا اليوم هو سلسله او نقول هذه الحلقه ضمن سلسله متواصله ان شاء الله من تطوير القدرات للمهندسين قبل غيرهم في ديزاين وفي الكونستراكشن في هذا الموضوع. والشيء الاخر اللي هو حتى نحفظ الانسان ونحفظ ايضا يعني الحقيقه الاقتصاد، انه نشيك الابنيه المهمه منفذا سابقا ومصممه سابقا للزلازل، نرجع نسوي ريديزاين او ريتشيك حتى نشوف نحتاج نسوي لها معالجات معينه. شوف في كثير من البلدان يعني شوف مثال بسيط، مثلا شافوا انه هذه اكثرها ما مصممه بهذا الشكل رجعوا يقوون، مثلا يقوون الكونكشن بالكونكريت بين البيم والكولوم، يحمون البلايترات وكذا في سبيل انه الهزه ان تجي الخسائر تكون اقل معلومه او معقوله. النشاط الاخر اللي صار حقيقه تعرفون هذا موضوع الزلازل هو ما مرتبط فقط بالهندسه الانشائيه، انما هذا متعدد التخصصات، يدخل به موضوع الجيولوجي ويدخل به موضوع ميكانيك التربه وميكانيك الصخور والانشائي والكونكريت والستيل وكل انواع التخصصات. لهذا صار الفكره انه تتنظم ورشه عمل او ندوه، يعني بس منكم حضرها في وقتها، انه متعدد التخصصات
حاضروا بها مجموعة من الأساتذة في اختصاصات مختلفة وبينوا، وحتى سألت هسه قبل شوية أنه الجيولوجيين بينوا أنه الأخطار في تزايد، بل هناك يعني الصفائح تتحرك بطريقة إحنا الحد اللي هو الفاصل بين صفيحتين، الصفيحة العربية يسموها العراق والصفيحة الآسيوية اللي هي إيران طرفها، بيصير الآن حركة بيناتهم، فمتوقع أنه هذه الحركة حتؤدي إلى زلازل أكثر وأكثر. النشاط الآخر اللي هو كان على مستوى المجتمع قال أيضا مهم، لأنه قبل شوية شفنا المنظر بالفيلم، الناس تركض ما تعرف وين تروح بالباب لوين كذا إلى آخره، فمشكورين الدفاع المدني الحقيقة، وبالذات أنا عقيد رشيد ويعني شخص نشط في الدفاع المدني، اقترح فكرة أنه إقامة في المحافظة تجمع مجموعة من الدوائر المعنية ويصير كلام عن الزلازل، وشو نسوي، شو تسوي الدفاع المدني، وشو يسوون الناس العاديين في موضوع الزلازل. في الحقيقة في وقتها يعني أنا لقيت واحدة من المحاضرات قبل، كانوا أساتذة زملائي يلقوا محاضرات في موضوع من جانب الجيولوجي ومن جانب كذا، ففضلت أن ما أتكلم عن الموضوع بشكل هندسي، إنما أتكلم عن الموضوع بشكل مجتمعي، باعتبار أن العراق مليء بمنظمات شبابية ومجتمع مدني وإلى آخره، فأيضا يتوجب عليهم أنه يسوون مجموعة من الأنشطة. فجبت لهم مثال، مثال من أمريكا، هذا الحقيقة بوكلت خلى بالجيب، جاء أي واحد كل ألوان وصور، يعني كل صورة يعني ثلاث أربع كلمات توصيات إنه أنت سيفتي من الزلازل، إذا أنت طالب، إذا أنت مواطن، إذا أنت قاعد تمشي بالشارع وصار الزلزال، إذا أنت قاعد بالدائرة مالتك وصار الزلزال، إذا أنت ببيتك قاعد، وفي كل وضع شو تسوي إذا صار الزلزال. طبعاً أنا بمشي المحاضرة بالمحافظة تكلمت بأكثر يعني عن شنو المحتويات، نعطيك مثال واحد، مثلاً هذه صورة بينها ثلاث كلمات، إنه دائماً خلي ببيتك غذاء وماء ودواء 72 ساعة، هذا مينيمم، أقل شيء 72 ساعة تبقى محاصر. إلى أن تعرفون بالزلازل دائما الناس وش يصير بها؟ تنحصر في داخل بيوتها مثلا. لازم أكون تورش لايت أيضا دائما، وبطاريات احتياط وكذا، هذه مجرد إكزامبل لهذا البوكليت اللي هو في الجيب. أما الطلبة والمدارس أيضا حقيقة هذا المثال نشوف أكو هاي في الملصق موجود للطلاب، يوضح أنه بالصف مثلا إذا صار زلزال شو يسوون؟ ركض، هذا هو أكبر خطر، محاولة الهروب أكبر خطر. ليش؟ لأنه الزلزال ما بي إنذار، ما بي يعني قوة بصر أحمر وبرتقالي كذا، هو يصير رأساً. وإحنا هذا المشهد يمكن كنا يعني شفناه بتفاوت فيما بيننا، فلهذا المفروض كل واحد عليه السلام يكون موجود ويحمي نفسه ويحمي رأسه بخصوص في المكان اللي هو بيه فيبحث. فلطيف إنه مثلاً يعني هاي قصة البلدان اللي بيها زلازل قوية، إنه واحد وين ما يكون موجود أول ما يحضر بالمكان، مثلا سألنا في هذه القاعة إنه لو صار زلزال أنا وين راح أروح، عن حاجز هذا الميز طبعا. فكل واحد لازم يفكر إنه لو صار زلزال مثلا شي يسوي، وين أقرب نقطة يروح يحمي نفسه من سقوط السقف فوق رأسه وكذا إلى آخره. هاي مجرد الحقيقة أمثلة يعني بسيطة، وأكثر من هذا يعني حتى في اليابان أنه أكو تمرين أنه جلوس القرفصاء، مثل ما تعرفون هذا الجلوس أنه واحد يتدرب على هاي القاعدة لساعات طويلة، فيدربون الأطفال على هاي القاعدة لساعات طويلة حتى شنو تكون عضلاتهم أيضا ومفاصلهم مهيئة لأنه يعني يكون مثلا في هذا الوضع لنقول وقت طويل جدا. هذه مجرد إشارة للموضوع من ناحية خلينا نقول مجتمعية. خلينا نجي إلى موضوعنا باعتبار إحنا بدنا نركز اليوم على الموضوع الهندسي. أنا في الواقع صحيح حسب أعرض الكود وشنو صار بالكود وبالتصميم إحنا شنو نسوي، لكن بشكل كلش موجز، يعني أنا بروح إلى موضوع مهم هذا يعني خصصته إلى نقابة المهندسين وأتكلم به لأول مرة، اللي هو يسمى النون إنجينير كونستراكشن. راح أشرح عليه بعد شوي لأنه هو المصطلح غريب، نون إنجينير. ما بين هندسة شكو ده يحكي المهندسين مرة غير مكان يحكي غير نقابة، لا هو ضمن مهندسين بس بأمور خصوص خاصة راح أحكيها بعد شوية. خلنا شوية هسا عن الزلازل من ناحية علمية فنية، يعني من ناحية تصميمية، والعراق سوى بهذا المجال في السنوات الماضية. أبو كود زلزالي عراقي تاريخه 1997 صار بالتعاون بين العراق ويوغوسلافيا السابقة، وكان في وقتها هذا الكود يعمل لمدة 10 سنوات.
مثل عن الكود عمل خارطة زلزالية مثل ما تشوفوها تقسم العراق إلى زونات، زون 0 1 2 3. طبعا هذا كان التقسيم هو في الكودات العالمية القديمة، انه العالم يتقسم الى زونات، زون 0 اللي ما بيها خطر الزلازل، وزون 3 اللي بيها خطر الزلازل اكبر ما يمكن. مثل ما تشوفون العراق يعني يمكن الزون هذه شويه موجود في الشريط بالاعلى في الشمال، وهذا المتاخر لايران اكثر هو تقريبا زون 2، واحنا مناطقنا جزء او حافه الصحراء هي 0. هذا حتى الزون اللي شفتوا الزونين، هذا من كل زون يطلع فد فاكتور، هذا الفاكتور يتحول الى equivalent forces يعني قوى افقيه تسلط على المبنى. هنعرف الزلزال هو حركه افقيه في الارض، حركه البنايه هكذا، يعني ماكو قوة، لكن لو حتى نصمم شو نسوي؟ نحول هاي الحركه الافقيه هيك بهالشكل هذا الى equivalent lateral force، قوه مكافئه. بهذا كل ما زاد ارتفاع المبنى شو يصير بالقوه؟ تزداد، لان السايد سوي بسبب الحركه شو راح يصير؟ راح يزداد. فهذا هو المبدا لتصميم الابنيه لمقاومه الزلازل، انه احنا هذا هو في كل الكودات، انه نحول الحركه الافقيه الى قوى افتراضيه او قوى مكافئه. طبعا تعرفون المشروع المدونات انطلع في العراق قبل سنوات، ومن ضمنها الكود الزلزالي العراقي، واللي اكتمل طبعا بس حسب معلوماتي بينتظر نشر بالوقائع العراقيه، وهذا الكود هو راح يكون الان المصدر الرئيسي للمهندسين. لهذا اللي صار التدريب في وزاره الاعمار والاسكان مركز الوطني صار كله على هذا الكود وعلى هاي الخرائط. اذا ما ناسين الخارطه السابقه، بدنا نرجع على الخارطه السابقه، شوفوا توزيع الزوني، اخضر مكان وين؟ يعني ده هو هسه حفظوا هاي الصوره في ذهنكم. خلينا نروح الى الخارطه الجديده ونشوف اخطر مكان وين. تلفت تحت لحظه الان، يعني المنطقه الان اللي هذه الاعمار الكوت الخضار، يعني هذا بصراحه اصبح هو المكان. هذا الموضوع متغير. تذكروا قبل شوي انا اشرت التوصيه المهمه، اهم شيء تحديث الخارطه الزلزاليه باستمرار. بعد سؤال بقى تمشي المكان تروح، يعني هذه صفائح الارض مثل ما يذكر الجيولوجيين عليكم السلام ورحمه الله، هي متغيره ويتغير باستمرار مكانها وتتحرك، وهي هاي الحركه هي اللي تسوي زلازل فضول. زين، شو اللي تغير بالكود؟ مو بس بالكود العراقي الجديد تغير بصراحه الزونينج مثل ما بنشوف الالوان، لا تغيرت طريقه حساب هاي القوه الافقيه. هناك كان اكو فاكتور اسمه زد فاكتور، هنا تحول الى حساب تعجيل. اس هو التعجيل. هذا التعجيل خلينا نشوف شو راح يصير به، هذا بدنا فكره وبسطه عن الابنيه شلون تتصنع. هذا التعجيل هذا توزيعه. قانون نيوتن شو يقول؟ يقول القوه تساوي الكتله في التعجيل. هاي هي الكتله، هاي وزن البنايه دبليو، وهذا هو التعجيل. اذا المنطقه الزلزاليه من تكون خطره او قويه او فيها زلازل خلينا نقول قويه، راح يصير التعجيل من الخارطه شنو؟ الرقم يقرا عالي. ينظر بناية الأثقل في القوة شنو؟ أكبر. هاي الفكرة بتصميم الزلازل واللي صار كلام بها واللي خلال المهندسين المصممين، باعتبار أنه رح يأخذون منها خارطة التعجيل وتضبط وزن البناية ويطلع القوة والقوة ويوزعوها على الطوابق، كل ما طابق أعلى يأخذ قوة أعلى. أنا حبيت أقدم التعجيل يقاس مثل التعجيل الأرضي. خوش سؤال، خلينا نرجع إلى هسه هذه الخارطة. شوف الأرقام 0.3.9 كذا، هذا نسبة التعجيل الأرضي. ف 9.8 متر بير سكند تربيع أو تعجيل أرضي، فهو هذا مثلا في 0.3 في كذا إلى آخره. مثل ما تشوف العراق مثلا أقمار تصل إلى 1، يعني التعجيل الأرضي. يعني أنا آسف للإيجاز بس هو الموضوع اللي هذا مو خلينا نقول ويا المصممين موجود باليوتيوب حق هاي المحاضرات، راح تشوفوها يعني ستيب باي ستيب. شلون بالكود يروحون والخارطه وش يسوون، وعباره عن حلقات موجوده في القناه مالتي على اليوتيوب. زين، هل المشكله هل التعجيل متعلق فقط بقوه الزلزال مثل ما قلنا وكذا؟ لا، هذا المعامل شفتوه مال التعجيل راح يخضع الى موديفيكيشنز تعديلات تحويرات. اول تحوير طبيعه الارض. يعني شلون؟
يعني اكو منطقة حمراء مثل ما نشوفها يعني بيها زلازل كلش طبعا، بس هذه المنطقة مثلا اكو مكانات الارض بيها رخوة، اكو مكانات الارض بيها قوية، اكو مكانات طين، اكو مكانات رمل، هذا يدخل يأثر على التعجيب، بعضها يزود وبعضها شنو يرقص. مثل ما تشوفون الان هسه انواع الارض صخرية كذا، احنا طبعا بالنسبة لنا نجي نحكي عن التراب اللي هي مثل هذه سي دي اي اللي كثافة ما عندنا، هاي مثل الروك احنا ما عندنا التراب هذه بهالشكل، حتى طينية رخوة او احنا كنا نفحصها زين. اكو شيء هنا مهم خليني دائما اشرح ليش اشرح هذا المكان، احنا نفحص تربة واكثركم مال عليكم فحوصات تربة، شلون نحسب بين الكباسيتي؟ جيب حفارة الحفارة ضم 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 وقوم تطرق كم طرقة تحسب على عمق مثلا متر، طلعنا السامبل بعد ما ضربنا مثلا 20 طرقة اسمه penetration test، نحول إلى معادلة وكذا إلى آخره، يطلعون بير كاباسيتي. طبعا احنا هنا في العراق ضربنا تقريبا نجف خلينا نقول او كربلاء على ما ضربنا، يعني اكو مرات من ننزل للعمق خصوصا النجف القديمة تعبر 50 فهذا تكون اكبر من 50، حفارت الدوق على طول طلع السامبل إيه. يمكن ما يقترب من الكوفة، لا اكو مناطق مثلا جزء طلعنا 30 20 كذا، فهذه هي خلينا نقول عدد الضربات راح اعمل لكم سيشن أهمية هذا زين. اذا احنا مثل ما تشوفون حتى نعرف شنو نوع صنف الموقع من ناحية نوع التربة اي لو بي لو سي لو دي لو اي لو اف، لازم شنو نعرف عدد الضربات. بس واحد راح يقول اذا خوش التربة بعد سوي هيجي، بس احنا هذا الشيء يريد على عمق 30 متر، احنا قاعد نسوي على مسجد مو دائما مرات اكثر من 30 ومرات لا يقطنون فلوس والمتر كذا. فمثلا هنا التوصية اللي اشرت لها قبل قليل انه بيمنا لا لازم خصوصا المشاريع المهمة على الاقل حفرة واحدة تنزل لوين بالثلاثين حتى نعرف احنا يا صنف التربة مالتنا من نحسب الوزن الزلزالي. وقف حتى عن فكرة ولو بشكل بسيط خلينا نقول، لكنه مثل ما قلنا بالمحاضرات اللي باليوتيوب راح تشوفوها تفصيلية. إذا هذه التوصية، وأيضا صار حتى رأيي يعني عند وزارة الإعمار والإسكان هم مشكورين على هذا، إنه الحين كانوا يرجعون إلى تاريخ التحريات السابقة يحاولون يدورون على وين اللي ونازل 30 ويصنفون المناطق مال العراق حتى هم يريحون المهندسين بناء على الهستري مال تحريات التربة السابقة. هذا هم مفيد. فهنا يعني الدكتور حسين ايضا الشمري مدير مركز التحسس النائي مشكورا بيسوي مشروع كلش مهم اللي هو بيسوي خارطه، مو خارطه زلزاليه، خارطه اسمها حساسيه المكان للزلازل. يعني شلون؟ عفوا يعني مثلا احنا لما شفنا هاي المنطقه الحمراء الخطوة هي هم بيها كلش حمراء وبها اقل خلينا نقول احمرار بناء على شنو؟ نوع التربه. فراح ياخذ مثلا قوه الزلزال بياخذ نوع التربه، وبعد اكو الان بارامتر اخر هسه راح نشوفه ان شاء الله بعد ما نحكي الكلام على نوع التربه. اوكي هسه احنا نعرف كمهندسين ان الخاصيه المهمه اللي لازم ندور عليها في التربه هي ان تكون على الاقل حفره واحده بعمق 30 متر، العمق هو مهم، يعني هاي الطبقه تاثر على الاهميه. الشيء الداخل اللي يعدل من التعجيل يزوده وينقصه هو بصراحه اهميه الموضوع. يعني شلون؟ يعني هسه انا قاعد اصمم بنايه للزلازل، القضيه طبعا وايد فيها تفاصيل مثل ما نقول وجع راسه صح العباره، يعني راح نضيف حديد كومه وراح نخلي شغلات وشي زي هاي هي بنايه مثلا مزرعه نائيه واخزن بيها قش، وبنايه ثانيه لا هي مستشفى مثلا وبنايه خطيره وبيها مثلا 500 شخص وكذا، نفس التعامل عامل نفس الصرف اصرف على شغلتين لا طبعا. هذه هو يسموه فئه الاشغال بالكود العراقي، قسموا الأبنية إلى أقسام مثل ما تشوفون، واحد واثنين وثلاثة وأربعة. زين، خلي شوية شغلة التعريف بسيط لأنه مثل ما قلت هذا مو موضوعنا. مثلا ثلاثة هي الأبنية اللي بيها تجمعات أكثر من ما ذكرت 300 أو 500 شخص. بناية جامعة مثلا كذا، يعني الأبنية اللي يتجمعون بها ناس أثناء الدوام أثناء الاستخدام اليومي أكثر من هذا العدد. عليكم السلام عليكم. زين هاي رقم ثلاثة. رقم واحد ها
هاي بالمزرعه اللي انت عليها البنايه النائيه، مو كان ما ادري ايش اللي كذا، يمثل بناء خسائر بشريه ولا ماديه ولا كذا، هاي رقم واحد. زين رقم اربعه شو تتوقعون؟ هاي الابنيه اللي فيها هواي ناس ثلاثه خليناها، هاي اربعه بعد اخطر من ثلاثه. مفاعل نووي؟ نعم، حكم بيت شايف تصاميم خاصه يعني، خلينا نحكي عن ابنيه صفر يعني عاديه. لكن خارج نطاق خلينا نقول المجموعه. مثلا هم نفس الشيء، هم ثلاثة هاو هم ثلاثة مدارس، هم ثلاثة كل بناية فيها أكثر من ارتفاع نفس الشيء. لا وإحنا شعر عدد الارتفاع هو راح يدخل باللون. ملاجئ مثلا يعني شوية هذا قريب الجواب. الأبنية اللي إلها علاقة بإنقاذ حياة الناس في الكوارث يعني شلون؟ يعني أنا مثلا يصير زلزال لا سمح الله، أنا أهم بناية عندي مثلا شنو؟ أمن الدفاع المدني الدفاع الحريق والدم، يعني اذا انهار هذول يخلصون الناس، اذا هذول ماتوا او المياه الجنسيه. لهذا هذه هي اخطر الابنيه مستشفيات غيرها. وهاي طوارئ مره ورقم ثلاثه مثل ما قلنا اللي هي التجمعات. فلهذا تشوفون مثلا في نفس المنطقه ممكن نوع البنايه ايضا يفرق. هسه خلينا نرجع على حساسيه المكان للزلازل. اذا مو بس الخارطه شفناها مع الاعراق الزلزاليه، لا بعد شيء اعتمد على نوع التربه شنو بهذا المكان. ونوع الاشغال مع البنايه شنو ناصر؟ هذا راح تكون عندنا اماكن كلش خطره في نفس خلينا نقول المنطقه قريبه واكو اماكن اقل خطوره. هذا بشكل عام حول الزلازل الحقيقه وكيف نحسب التعجيل نحوله الى لود بعدين. زين خلينا نجي الى المهم. المصمم اخذ اللود وحسبه كذا. بصراحه المهمه العسيره على المصمم هي مو حساب اللود، اللود يتدرب عليه بحسبه مثل اللايف لود والديد لود والفكتر وما ادري شنو هالسوالف هاي، بيحسب حديد التسليح. لكنه الصعوبه على المصمم هو اختيار النظام الانشائي المناسب. شلون؟ خلينا نشوف هسه هذا المثال. اول شيء خلينا نعرف شوف هسه هذه، خلينا نحكي هسه مثلا الكونكريت. شوفوا حياتي الفرسانيه مسلحه خاصه. بس خلينا ناخذ عنوان هيك شيء ونطلع شوي صوره اوضح لك شنو معناها. خياتي الخرسانيه مسلحه متوسطه. بعدك وحده لك خياتي الخرسانيه مسلحه اعتياديه. مثل نوع من يسموه المومنت ريزيستنت ديفرين. بس احنا من نفس اي بنايه من كونكريت كل هذا بنسميه مومنت ريزيستنت ديفرين. ليش؟ لانه حديد الكولوم طاب حديد البيم، حديد البيم طاب بالسلاب ما ادري شنو، وبعد شنو كوحده واحد مثل ما هاي السوالف يعني بالكليه اخذناها زين. هذا كله يسموه مومنت ريزيستنت فريم. بس اكو ثلاث انواع من الانظمه الانشائيه للابنيه من الكونكريت. اكو سبيشال مومنت ريزيستنت فريم، واكو مودريت، وهكذا، واكو اوردينيت عاديه. زين لهذا هسه ممكن نشوف انه مثلا شوفوا هسه احنا بناء على التربه وبناء على نوع البنايه ومدري ايش طلع عندنا فئه التصميم الزلزالي سي. ايش مكتوب؟ انه تختار هياكل فرسانيه مسلحه متوسطه وارتفاع المبنى نوت ليمتد ان او يعني نوت ليمتد غير محدود. اذا تختار هيكل فرساني مسلح نفس المكان انت على مسافه قريبه البنايه تغير نوع اشغال صارت اخطر او التربه صارت أسوأ مثلا اكثر رخاوه شيء بعض. نفس النظام الانشائي صح يتحول من نوت ليمتد ارتفاع المبنى الى نوت بيرميتد يعني غير مسموح ان تختار هذا النظام. وين راح تروح تختار نظام اخر؟ اذا راح بصراحه بالتصميم الشيء الصعب ان تختار النظام الانشائي اللي يناسب مو بس المنطقه الزلزاليه، لكن سوى العوامل الاخرى، نوع التربه، نوع الاشغال، اكو اشياء ما ذكرتها، تفاصيل الزحش بشكل كلش مبسط. وهذا طبعا يخص الابنيه الكونكريت، اكو ابنيه من طابور، واكو طبعا تنزلون تشوفون الكود العراقي وحتى الكرات الاخرى. اشكال الانظمه يسميها بصراحه ويعرفها ايضا. زين هسه حكينا عن الكونكريت وحكينا عن المومنت ريزيستنج فريمز، الهياكل المقاومه للعزول. وحكينا لكم ثلاث انواع. هذا كولوم، خليك بس الكولوم كنموذج. هذا الكولوم مره يكون في هيكل خاص، ومره يكون في هيكل متوسط، ومره يكون في هيكل اعتيادي. انت نظره سريعه، اكو فرق ولا ماكو فرق؟ اوه فروق اكثر من 10. زين
هذا الهيكل الاعتيادي انه دورات ومصعد تمام خلص. هيكل متوسط شوف صار الكونكشن دول بنقترب من البيم نزود تايز نقرب واحدة عن الاخرى بس نحكي بعد شوية هاي كس اول شيء كسروا هذا بالحركة الافقية من نقول سبيشال حتى النص هم طبعا هذا هو سبيسينج كلوز والتاي لازم يكون مو هيك مثلا يوار طابه بعضها لازم يكون كله كلوز والهوكات تفاصيل قاتله حتى يكون شنو يصير مثلا ينتقل من هيكل اعتيادي الى هيكل متوسط الى هيكل خاص هذه مثل ما تكونها مجرد اشارات انه بالتصميم شو نسوي ولكن هو ليس كل هدف المحاضره انما هدف المحاضره هو هذا نون انجينير كونستراكشن مع احترامي لكل المهندسين يدرون مرات انه بعض الاعمال ما تصير ضمن مواصفات هندسيه تيبيكال شلون ما تصير مثلا الاشراف ضعيف او مثلا ماكو اشراف وانا قاعد احكي ماكو شيء موجود بالعراق واحد دا يبني بيت هذا جوه اصلا مش مو مهندس دا يبني بيت مثلا جزء من الخريطه وكذا اليونسكو ادركوا هناك مشكلة تواجه العالم أنا أتلوث في العراق هذا التقرير صادر عن اليونسكو سنة 2013 شعار اليونسكو فوق أتصدر عن اليونسكو وأنا هم يعني يعجبني أنه كلكم تقرون هذا التقرير نسخة موجودة عندي وأدزيتها وفي قصة المسلمين كنت عم بكم يا ربي لك أو أخرى لأن أحب كلكم تقرون هذا التقرير اليونسكو شافوا انه صحيح اكو كودات وكو عنايه بالزلازل وكذا الى اخره لكن المشكله وين؟ انه الخسائر دائما تجي من مشاريع ما مسيطر عليها بشكل خلينا نقول جيد ودقيق من قبل الواقع الهندسي. لم يظهر التسجيل بصوره نعم في هذا بصراحه كلفوا مجموعه من الخبراء قسم بهم من اليابان ومن اندونيسيا كذا واخذوا مثال زلزال صاير اندونيسيا واكثر من زلزال واجوا سووا تقرير التقرير مشان خلينا نقول ثقافه عامه لكن للمهندسين اللي يشتغلون بالانشاء انه ممكن يقومون ابنيتهم بطرق بسيطه ضد الزلازل يعني شلون؟ يعني ما نقول للمهندس الان روح انت هسه روح اتعلم شلون تصمم وشلون كذا لا أنت تقدر تخلي بعض التفاصيل تقوي أبنيتك ضد الزلازل. وبالخصوص أنا هسه راح أركز يمكن هنا أكثر شيء على الأبنية من الطابق. لأن باعتبار أكثر الأبنية هي نون إنجينير كونستراكشن هي شنو غالباً؟ ولو ما شاء الله أنا أكو أبنية بصراحة 8 طوابق و10 طوابق كونكريت في أماكن مختلفة هي يعني أكو مهندسين لكن لو التصميم مرات يكون خلينا نقول ما محسوب بشكل جيد فكيف بالزلازل؟ زين. هذا التقرير مثل ما قلت صدر سنة 2013 وهو موجه إلى كل المهندسين وابتداء من تخطيط المبنى وانتهاء بتفاصيل التنفيذ وغيرها وأنا راح أذكر أمثلة للتقرير حتى يتناول مواد إنشائية مختلفة إلى البناية من الحديد إلى البناية من الخشب إلى البناية من الكونكريت إلى البناية من الطابوق فأنا أخذت عينة واحدة اللي هو الطابوق راح أركز عليها و يمكن اوكي واحدة صحيح ماشي بس اصور يمي لازم اعدل هالمرة اوكي مو وهذا الان راح ندخل بهذا التغيير ونتناوله ونشوف طريقه الحركه. يبدي التغيير يتكلم انه انت اول شيء مثلا من تفكر بالتخطيط للمبنى شو تسوي؟ نعم. بلدنج اتلاف. طبعا الزلازل يعني تسوي حركه افقيه على المباني لكن هي ايضا تسوي امور كثيره مثلا لو كان المبنى مثلا غير متناغم هذا
شكل حرف R مثل ما تشوفه في الصورة اللي على اليسار. أو المبنى متناوب. هناك حركة شوفوا شو يصير، يصير أكو مثل لوي تورشن. يعني بس دفع جانبي، دفع جانبي لا لا شنو هي تورشن. التورشن هذا يؤدي إلى أخطار غير أخطار اللي هي التقليدية اللي من الدفع الجانبي. فلهذا مفضل على تكون المباني من ناحية معمارية إنها متناوبة. زين شلون؟ كل مباني خليها متناوبة والمعمار هو يريد يعني يكون غير متناوبة كل شيء بحسب الكون. الحل شنو؟ هذا للأسف سويناها إكسبانشن جوينت مفصل تمدد. يعني نفصل إنشائيا الستركشر وخليه متناوب. هي بناية حرف أل، هذه مثلا حرف أل، شو نسوي؟ خلينا أجوان. هذا هيكل واحدة وهذا هيكل واحدة. فكرة بسيطة. كل ما قلنا لك مثلا ثقف المهندسين، انا انت المهندسين موجودين بالجوينت، يعني تجربتي طويله بالبناء، يقول لك هذا يعبر المطر ويخر المي وما ادري شنو كذا، واي انا من زملائي يحاولون يخلصون الجوينت، لكنه احنا لازم نحكي انه نخلي ابنيتنا احسن او تقاوم الزلازل احسن، لازم نبحث عن التغير. كذلك من تكون المباني طويله ام تكون ضعيفه. شوف الان بعد هذا التقرير مع اليونسكو يشتغل بالارقام حتى ما يخلي القضيه هي مبنية على الذوق الشخصي. فشوفوا مثلا أحسن شيء أنه الطول مو أكبر من 3 مرات بقدر الأرض. هذا تيبيكال الشكل. من يطول تصير بناية أطول طولانية أكثر. عارف شو نسوي هنا؟ نفصل بالجوينت حتى يكون الهيكل عبارة عن هيكلين أو أكثر. هذا أول شيء هو عبارة عن تخطيط المبنى أو شكل المبنى. شيء آخر أقوى نوع من الهياكل أو من المنشآت هي اللي تكون عبارة عن مثل بوكس، يعني هي ما أدري قواطع، ممكن نقول قواطع، لكن هي المفروض تكون مربوطة بشكل ممتاز ويا كولكشن، وأهم شيء زلازل كولكشن. زين، فالبوكس شوفوا أسهمها مكتوب رقم أي على تي، أي هو هذا البعد مال البوكس مثلا اللي هو في المبنى، على سمك الجدار لازم أقل 4 سمك الجدار ربع مثلا 40 في 24 10 امتار، اكبر شيء 10 امتار. منخل والله هيك صاله كبيره طولها 15 20 متر. ولا تريد هذا الحل في سي عقب ما نخسر زايد، هذا الحل طبعا نخسر زايد، واضح بصوره الحل له واضح. خلي كولومات، حتى هو ليس كولومات كولومات بالمعنى انه عمود ويشيل لود، لكن هو حصن الطابوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حصن الطابوق يعني شلون؟ بس راح والله عندي صور كذا، خلي اجل الكلام هذا، خلي هاي الصوره الان بعدين نحكي عنها، شلون نحصن الطابوق باعضاء كونكريتيه مسلحه. اوكي، اذا شيء اخر ان يكون السبيس عباره عن بوكسز وليس شيء مفتوح مثل هذا. أن الطابوق عندما يتعرض إلى الزلازل حتى بشكل رئيسي يعني يتعرض إلى هذه الفتحات تكون دائما من نقاط ضعف. الفتحة يصير فيها دائما كراك، يعني يصير شير ويطلع الكراك من الركون ومن ثم ينكتب الركن الآخر ينتقي به وكذا، ويصير هذه وعلى شكل كروس يصير في بين المكان وعلى شكل حركة. القوة الأفقية اللي يندفع بها الجدار راح يصير في بيندينج، يعني يؤدي إلى بيندينج، فتظهر فيه كراكات من هذا الطبيعي يشوف وايد كراكات مال بيندينج. وايضا اذا الجيبل فريم اذا السقف بشكل مثل الجيبل فريم راح يطلع ايضا بي كراك افقي. اذا انواع الكراكات راح تظهر وبعد شوي حراره الصور حتى ان الجزائر الاندونيسيا تبين هذا. اذا يبين المشكله الرئيسيه هي شنو؟ الشبابيك والابواب. اذا قضيتها معماريه امشي راح اطخ معماري واتاخر صغيره قبل شوي حليناها بالاكسبانشن جوينت كان شيء شلون راح نحلها. التقرير يقول انه وجود الفتحات الحديثه يؤدي الى انه يصير شير مع اكو تكاسر على مجرد تبي قوى وفورسز. جماعه متخرجين من زمان ما اقدر اذكرهم بالذكريات المؤلمه مال الدراسه. فهذا من يندفع هيك المبنى شو يطلع به هاي الكراك؟ بس بالزلزال شلون راح يتحرك؟ رواحا ومجيئا. فتشوفون هذا الخط المنقر هو الكراك اللي راح يطلع من المبنى راح يرجع من الخلف. هذا نشوف دائما الفشل ما
كان شوي ريزوليوشن قليل لان الشاشه كبيره ما شاء الله واضح. حتى الاعمده اشوف دائما كروس يعني هو شيء هناك بس على بالك الشيء صاير منه وصاير منه يسوي حاله شيء روحه وجيد. هي الزوايا تركيز اجهادات صديق زوايا. فشلون نطلع على هذا؟ راح نلاحظ التغيير مع اليونسكو ايش يقول في سبيل انه نطلع على تركيز الاجهادات. اول شيء يخلي ليميتيشنز هذا الان رسم ويا بعد تيبل انه انت من عندك اوكي شبابيك ابواب تكييف فتحات اي فتحات من اي نوع اخر يجب ان تلتزم بهذه الليميتيشنز. فهنا المعماري راح نقول له يا تعال هاي المسافه ادفع لنا هذا الباب او ادفع لنا هذا الشباك كبر لنا هاي المسافه ما راح يقبل طبعا. حروح الشريحه وراء اذا ما يقدر ايش راح نسوي؟ وراح نغير وجهه البنايه ونغير الشباك ونبني هذه كل الابواب من وراء الزلازل؟ لا طبعا جزءنا نعيش ونصمم وننفذ ونموت وما يصير زلزال وراء الناس تسبسب فيها خسرونا حتى ثاني ما صار زلزال. زين فهذه الحقيقه مجرد اشاره سريعه ما ندخل بالتفصيل لانه هذه يردد يعني دوره واحده ورشه وعضلات وكذا وراح نشرح لنا ناخذ امثله و هاي مجرد اشارات على هذا التفريق. ما رهم هذا الحل راح تتبع هذا الحل حسب التفريق. شو يقول التفريق؟ انه نسلع الفتحات نقويها تركيز الاجهاد تفضل زميل الملا. فشلون نركز شلون نقضي على تركيز الاجهاد؟ هو اللي يصير كراك منا او اللي يبدي منا او اللي يبدي شيء يروح يجي بهالشكل هذا. عشان نخليه احنا اللي يقاوم التنشن منه الكراك ايش يصير؟ اكو تنشن. من يقاوم التنشن؟ طابوق ما يقدر هو والمونه ولا شيء. تجيب شيش، الشيش هو اللي قام بالتنشي بس هنا الشيش حالات لأن تأخذ إحنا مو كونكريت حتى تكون عملية سهلة. إحنا عندنا طابوق فشلون راح نحشر الشيش بالطابوق والطابوق المثقب طرب لو أكو بعد ما حد يلمينا شرب واحدة بالسوق حتى نقدر نحصل الشيش. لا طبعا راح نشوف هنا راح يصير كله بالمفاصل مناطق بالمفاصل بنعينها لي قدام بالمونة نخلي الشيش بحيث يخترق كل فقط طريقة الحقيقة مثل ما تشوفون انه احنا نسوي لنت الكونكريت اعلى واسفل طبعا هو تقريبا مو اقل من 75 سنتي مني سوري 7 سنتيمات ونص ممكن يكون شيء عنده بعد شوية بالحراوي بشيشين على الاقل. زين هذا يمتد بشيش طولي واكو شيش ايضا هذا بالشكل وهذا كله عبارة عن كونكريت اراوند اوبن هذا السكشن مالته هذا الشيشين ذي الطولية اللي تشوفوها هاي معقوفة هنا وهنا هذا مسوي لنا هو من يجي التنشن نعم هو اكو تيبل التيبل بي كبر الفتحة قدر عادها هل قد القطور هل قد شيش يعني مثل ما قلنا هاي مجرد يعني اذا بدكم شو نسوي يجي بشكل عام راح تقول بالريبورت وكلش يعني موضح زين بتفاصيل اكثر. الشيء الاخر هذا ما رهم الحل مثلا نروح للحل الثاني اللي هو لا يعني نخلي الشاشه بالمفاصل لا غير نفس الكونكريت يعني اللنتل احنا اول تالي موجود اللنتل تباعوا اللنتل بس فوق بعد ما الكونكريت وكو شيء عندني هنا واحد وهنا واحد طبعا ديتيل مهمة جدا هذا راح يخترق المفاصل شوفوا من هذا الفوق بالنص وبيناتهم وهذا يصير فيه هذا يقوي لنا فتحه مال الشباك او كذا. زين هذه بالنسبه الى الفتحات كذلك طبعا احنا يعني يصير انه لازم اذا نحزن المبنى هذا اللي يسموه انتجريتي شلون نخلي هذا البوكس قلنا قبل شويه الابعاد مهمه لكن هذا البوكس شلون يشتغل كوحده واحده؟ طريقه الربط مثلا تفصيل شفتها اعتقد ما خدني بعدين بنشوفه يعني شلون انت كورنر مال الحيطان شلون تربط؟ قال اسنان المشط معروف يسموها مكان مباني حلوشات وكذا هم فيها تفاصيل المواصفات حتى يشتغل كوحده واحده لكن بشكل عام انت لازم اكو باند زام واحد في مستوى الاساس واحد يعني ثبت له خلينا نقول واحد في مستوى اللنتل وواحد في مستوى السقف. تشوفون هاي النماذج؟ هذا سبعين شانش او جسر هذا انا دائما اقول احنا افق من الزلازل صار عندنا خطر الله حروب وانفجارات كثيره واثر علينا ليش كانوا المعمار البنائي شو نقول كذا يسوون يتسلوا في احتراقات دائما يدور لهم
وهاي الحكاية الثانية هاي الجو الإيجابية أكثر شيء ما نعرف أكثر شيء ما أنا أجل حتى شنو يحسن نعمل هون حزام ضبط حزام زين أستاذ أكو هالشغلة قدامنا نسوي النواف كيف يعني سكوير أكو سيرفر مو واحد وقت الفيزياء من شنو عفوا شلون شنو نسوي شنو أول كيف يعني مو كيف شنو يعني داخل ما شباك داخلي شباك حتى الباب نقدر نسوي تقوي هو طبعا أحسن بشكل أحسن بسرعة إحنا هذا كل التقرير عن المباني كل المباني هذه جوز شباك داخلي في مكان ما تغيرها لكن عندك بيبان عندك فتحات كثيرة ما نقدر نسوي نفسك بس قبل شوية طلعت واحدة صورة جامع إنه موجود هم في تصميم بس في أغراض هذا لا هذا من سوالف أقصد لازم يكون كله اعتدال على هالشيء بالضبط إيه والله يجوز هذا يرهم بس هذا كلش محدد صراحة من أقول ترى يا جماعة مش تأكل دائرية هذا محدد كلش قوي هذا شوفون السنة حتى هاي التعديلات التغيير يحاول يخلي علاجات التقرير مين يكون خاطب عامة ويقول نون إنجينير يعني كل الناس اللي حتى اللي يبني له غرفة مع الحارس بيعتها برا فهذا أعتقد شيء سهل شيء ممكن ما بيتعقيد ما بيخسارة كثيرة حتى يكون قابل للتنفيذ والناس لأنه ما دام هي نون إنجينير فإذا ما عندك شيء تجبر الناس أن تسوي هذا إلا القناعة نعم هذا المفصل في المفصل شوفوا ساب المقطع. أنا أقول أقول طابوت الحرارة هو بس. صحيح. هو حلو شد. حلو شد صحيح. بس هي بينا أنت حط أساس اللي راح يجي. دكتور على 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 طابوت الدقاق. أي. أسأله أخو راس الله خسامي جاوب على هذا السؤال. أنت تعرف بحكم لك في المكان يكون بفراغ من الشيش. مونة تجيب مونة. زين. هذا سب البانس. طريقة أخرى أنك تحزم المبنى بهذه وأحطهم هذا وياه أيضا تيربل عن هذا الرسم جرب إكزامبل تيربل فطر الشيش كم شيش إلى آخره كله موجود جدول حتى ويا هذا الرسم إضافي يمكن هذا سيجاوب على هذا نعم طبعا مساحة البدء جدول كمان عقوبة ممكن أنه مسلح ومفيد لهذا الموضوع طبعا أنا سواء نشوف الرسم الأسس لأنه سؤال مهم الأسس شلون تكون لازم هاي التباري شنو الفائدة قوي السوبر ستراكشر والأسس شنو بعدين هي تنهار وتخلي كل شيء بعدين يعني هذا يعني هذا هسه راح نشوف احنا تفصيل من ستايل يكون اللي وراء هذا او اللي وراء هسه هنا الحقيقة عليكم ورحمة الله الكورنرز شلون راح الالتقاء ليس الكورنرز فقط حتى البي سكين شلون راح تلتقي وشلون راح نسلحها فيمكن جواب على السؤال هسه لو اخذنا ابو طابوبه هذا شوف عرف طابوبه الساف الاول والساف الثاني يطبقون واحد على الاخر مو يبون يسوون يعني مو تمام بحيث يكون يعني هذا هنا طابقتين وحلوا شد شوف هنا هو يمتلك يعني تقول ثلاثيه كذا الى اخره بحيث يمتلك فراغ ينحكم شيش هنا ويمتلي هذا المكان وبمونه حتى الشيش بركم تجي هاي القوى القص والدفع الشيش يسوي يصير دور مثل دور يشتغل بين السوف المختلفه حتى لا تتكسر فيما بينه هذا ايضا تفصيل بناء تقريبا اليوم سكور حتى ايضا الناس تشجع مجرد شيش واحد والبنا فقط يعني الحرفيين يتدربون على الاشياء هم بعد تلقائيا يسمون شلون ما راح يتعلم من ابوه او من صوص طماطه والكلام هم تلقائيا تصير ثقافه انا هذا اعتبرها اسميها يعني وما ابالغ ثقافه البناء ليش يكون ثقافه البناء؟ يعني سمعت واحد يريد يبني بيت يروح يسال مثلا صديقه بالي قبله او جيرانه او كذا يقول له ما تلقيش منه الثرموستون كثير بعد فتح الثرموستون بالكامل وهم صاير الثقافه الموجوده الثرموستون ضعيف بالرغم من الثرموستون وجد دور جابت بوقتها معامل المانيه في الزمن السابق وهسه واشغال معامل ولا زال من كل ثرموستون بالعالم تطفر ما عليك العمل مالته زين طبعا اسباب كثيره بالرغم من العز الحراري بالرغم من الفوائد الكثيره فلهذا هذا يدلل على صحه هذا المصطلح اللي اقوله ثقافه البناء هذا التقرير يحاول أن يخلق ثقافة للبناء علماً عند الناس اللي أرباب العمل اللي يبنون أصحاب الأموال والمهندسين اللي ينفذون واللي يشرفون وكذا هي شنو أشياء سهلة وأثبت هذا بالأخير من سائل الأخير قبل شوية أشرت إلى موضوع الفريم الفريم هو طابوه يعني كله بيرنج وول فشنو الطريقة اللي راح تصير؟ انه احنا لا يعني نرفع البناء طابوق
نبني وبعدين نصب فوقها، ليس انه نسوي الفريم بعدين نملي. عفواً الفرق يعني بارتيشن نكمل الفريم وبعدين شو نسوي بارتيشن؟ لا هذا بين وور، وهذه الحقيقه هي من احسن الطرق واقوى الطرق التي احسبها كل فرق، وهي انه الجدران والفتحات كلها محزمه بينا باعضاءكم بيتين وسلم كولومات وبيمات، بس ليست كولومات وبيمات بالمعنى الانشائي، انما كولومات وبيمات بمعنى انها افقيه عموديه، ولا هي لا يجي عليها قوه ولا كذا الا من الزلزال. مثال مثلا هذه الصوره اللي تشوفوها ايضا في اندونيسيا، تشوفون مثلا هسه الان مجرد انه احنا بنيناها، شوفوا اثناء ما نبني كملنا البيرنج وول، الان نجي شو نسوي؟ نصب هذا الرباط الاحزام، هذا راح يكون مقطع صغير حديده خفيف، لكن مجرد عنصر كونكريتي يشتغل ماكو تواصل بالحديد بين الاطراف. شوفوا هذا اسمه الحل الجذري، يعني احنا شو بنحاول نقترب منه، من نخلي الشياش الشياش تنعطف وتلتقي وما ادري ايش، بنحاول انه اللي يريد يخسر هالقد يروح شو يسوي؟ بس يحصل لنا شياش بالحيطان مثل ما شفتوا بالتفاصيل السابقه. هاي طبعا الكونفاين ماسونري او الطابوق المحصول هو احد الحلول الممتازه. هذا السلايد قبل الاخير حتى يبين لنا الاساس، يعني واحد من الاشياء المهمه بالخصوص. يمكن هسه لو اسال المهندسين الان من اجيال مختلفه حاضرين، يمكن هذا قرب مو؟ بعد موجود؟ الحمد لله والشكر موجود، بس لا قرب لانه بصراحه المدرب اللي يدربه ممتاز، لانه بصراحه واحد من احسن الحلول في الزلازل وشنو؟ الطابوق المدرج. اصلا احنا سوينا هذا الاساس بعرض كم طابوق؟ ثلاث طابوقات، بس بعدنا هذا الاساس، بعدين الطابوق شنو؟ هو الاساس. المورد بين كاباسيتي ايش قد اللي ممكن نسوي احنا نسوي عرض؟ 70 80 تمام؟ او اكثر من هذا يجوز الوضع مدخل مطابق شيء او فتح سبانات كبيره يجوز نسوي مثلا. لكن شوف هالصاله 75 سنتين عرضه مندرجة بهالشكل إلى مسعد 25 الانج استحجار طابوق الوحدة، وهذا بعد ما كذا هذا اسمه الطبقة الأولى شنو؟ رقم 6 هذه وينها 6؟ 150 ملم تكنس سام في الأرض. شو سبوي سنة؟ سبوي اسمه محدود 15 سنتين، ثم يجي صحيح هذه نخلي هاي الطبقة مهمة كونكريت حتى صراحة هو أكبر قوة قصر حتصير وين؟ جوا. بس احنا شفتوها بالمالتي ستوري بلدينج وزعنا اكبر شيء فوق، ليش؟ لانه سايد شوي حركه هي اكبر شيء، بس هي التوتال كلها وين موجوده؟ هنا. يعني لو اخذنا سكشن بالجنايه هنا هنا راح نلقى مجموع اللود مال الطوابق راح يجي على الاساس كله نص الاساس، وهذا مهم. لما يكون مدرج بهالشكل يكون قوي، من يكون به طبقه كونكريتيه او اكثر، حتى لو بلين كونكريت يعطيه بعد قوه اكثر، ومثل ما تشوفون الى ان نجي الى مستوى البتلو او مستوى ستراكشر نخلي هذا اللي يسميه بلينس رينفورس كونكريت باند، حزام من كونكريت مسلح، حزام من كونكريت مسلح هذا اللي هو يمثل الفاصل بين السب ستراكشر والسوبر ستراكشر، لان عاده يصير مثل البتلو لانه مال هذا بالنسبه للابنيه الطابوقيه الاسس المفضله في هكذا نوع من المباني لمقاومه الزلازل حسب ما يكتبها تريليون سكور في هذا الشيء. ارجع الى الكلمه اللي قبل شويه الثقافه، شوف التقرير ايش خان بالاخير كملاحق. التقرير ما يكتفي انه يخلي هاي الجداول والشياش والطابور والمشير وكذا، يقول يا جماعه سووا من ذي المنشورات ووزعوها. زياده 40 مليون، زياده 40 مليون. في تجمعات الناس زين؟ من اكو تجمعات ناس مثلا او مختص ثقفوا. تقف الناس انه مثلا من يبني من خشب هيك يسوي جوينت، من يبني مثلا من ستيل طبعا هذا سامبل جرس سامبل ملون به صور انه يا ناس ترى حتى قللوا من خسائر الزلازل، نشروا هاي الثقافه في البناء ما بين الناس البنائين اصحاب البيوت اللي كل واحد يدخل بالبناء يشرف على البناء يشتغل بالبناء يكون عنده هذه الثقافه. انا اشكر انصاتكم واسف اذا طولت شويه حقيقه زين معلومات كثيره، وحاولت ان انتقي سامبلز بصراحه ولا التقرير يعني فيه معلومات كثيره، وان شاء الله يكون وصلت لكل واحد مستوى، وايضا موجود على موقع الريسكو فري لحتى تنشر هاي الفكره. طيب. النظام يعني
تختلف عن نظامنا مو كونتري. تمام. هياكل حديديه. تمام. هذا المقاوم اكثر من كونتري. طبعا اكيد حديد على افضل المقاوم. ليش؟ لان في مرونه. في مرونه صح الكونكشنز مالته وزن اخف. مالي تحاضر اول سلايدات بان انه القوه راح تصير كتله التعجيل فالكتله كل ما كتله مال البنايه اثقل كل ما راح تصير القوه اللي حضرتها اكبر. حتى في صناعه الانشاء بصراحه تقدر عفوا ما تقدر يعني تحكم يعني مثلا اللي قلنا خشب يعني بلد بيه غابات مثلا نقول له مثلا كونكريت كلش غالي بالنسبه لي ارخص قيمه يجي فاحنا هسه احنا اللي بنشوف ثقافه فمن الصعب نقول للناس تعالوا يا ناس روحوا استوردوا حديد لا هو في سلبيات هو صحيح طب احنا بالنسبه لل يعني علم الميكانيك اكو سلبيات بالحراره يعني بالحراره في سلبيات هذا يعني يصير يموع راسها الحماره بس انا المهم حق الاهوله انه هنا احنا هذا يعني هنا الصراحه يعني تركز المحاضره كلها على هذا التقرير أطلع عند الصفحة مالته ما شاء الله صفحة مالته الحرارة أكثر من ثلاثة أحسن كثيرة هذا التقرير بصراحة فالتقرير يعني هو يحكي للناس هذا شوف بالتقرير راح تشوفون أكو فصل للخشب أكو فصل للطابو أكو للكونكريت أكو تقريبا أكثر المواد اللي شايفها مو كلها كل واحد إلى فصل وش تسوي أنت حتى تحسن مقابل الزراعي؟ لأن هو يخاطب كل الكرة الأرضية. ما يمسكوا منظمة دولية، منظمة عالمية، جزء من اليون. فلهذا ممكن يروح إلى ناس هنا في العراق. حتى فكرت أجي أحكي أحكي عن كونكريت، بعدين فكرت الكونكريت غالباً يعني مسيطر عليه يعني، واحد يبني بناية عمارة من الكونكريت، لازم يجيب مهندسين. بس ممكن يبني بيت يجوز المرة نادرا ان يجيب مهندس والله انا تعجبت هذا ايش سوى ابو فلان وراح اجيب الخريطه مالته والبنا مالته هو يبني كذا وشفنا كثيرين يعني بصراحه يعني مو مهندسين وهم صاروا مطورين ويبنون وكذا لكن عباره عن ترايل اند ايرور وكوبي بيست كذا فلهذا هو اقل ثلاث اطباق باعتبار هو الاكثر شيوعا في هذا النوع من الابنيه نون انجينير كونستراكشن بالنسبة للفرق في الكونتري أي يعني الفرق في الكونتري في الفرق تمام نحن صراحة الموضوع هو راح نحكي له فتحات أسأل بدأ الصورة هو أي بضرب أكثر حاجة بشكل ما راح نحكي له صحيح تمام لا 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 الفرق في الفتحات مع شوادي بعدها تم تقدم صوفيا الأشياء اللي هي الصورة التسليح بالتسليح التسليح احنا هسه المعروف في هسه تقريبا حتى الابنية الحديثة اذا تحولت النظام بعد الفتحات اشباك الحديد انتهى تقريبا كل عام بس دائما جاي يسوي فريم حديد دائما لاعبين فريم حديد فريم حديد هذا يغني هسه حديث هو نفس الفريم الكونكريت مقاومته راح تكون مو عريض صحيح الشخاطه اللي تقول عليها انت تسميه شخاطه اللي تقول بس خذوا الوقت ثلاث نقطة فرضية ان المقطع مالته زين وشيء ثاني انا شو هو اضرار المبنى لا بس اسمع الامتداد يعني يكون جزء وحده واحده ويا ما نلاحظ احنا بصراحه شوف حتى البنت مال الشباك وايش رسمه هيك هذه حدا وبدنا يوقف لا صح بينما الرسم اللي بنسوي وراء احنا بنشرحها كل ربط بعد ونادي خلي اسفل من او هنا يجي خلي يعني تواصل ويا ما احنا بنحدد مش يكون وحده واحده هذا الاتزان يعني احنا بناية مرة عطوسي بالأخير اللي هي البلبل حفظ بغة وانا هي مطلوبة البناية بصراحة كانت أحسن إكزامبل للوحدة الواحدة يعني البناية ما يعني سبحان الله ما فيها أي كراك أي شيء بس كلها يعني جد الجوينتس معناها مضبوطة شيء كذا لكنه شيء خارجي صار يعني تطلق كسر ولا أنا ببوش صار المهم وحده واحده ستراكشر فهي فكره حلوه انه حيطه بالحديد بس شلون نخلي باستمراريه ويا باقي ستراكشر؟ هذا سؤال ممكن
هو بصراحة الآن ليس في بالي أن هذه كيف الأسئلة كلها عبارة عن أفكار لأبحاث. يعني في بالي أنه لازم أنزل كلية وأسوي مشاريع وطروحات ماجستير وكذا على أبني إضاءات تغيير. هو شلون سووا هيك؟ جابوه من أبحاث من الخروج واحد قاعد ما أتكلم شيء شيء أنا ما أدري إيش وكذا. جابوا خبراء عندهم أبحاث على تأثير الزلازل على الماسونري بيلدينغز الأبنية المعمودية. هذه كلها تقولوها شنو؟ هي أفكار مع الأبحاث. يمكن واحد يسوي أما نماذج عملية أو مثلا أكاديمية نظرية أو شيء يسوي تحليل وليش بحلول أخرى من الأسئلة. دكتور بالنسبة للأساس المدرج أفضل لو الرافت أفضل. تعرف شنو يعني قصدي بالرافت؟ يعني الرافت البناية كلها تنصب. وش السؤال حلو؟ وأقول هذا بالأماكن الرخوة. كلام جميل. إحنا نتعرف هذا إلى قوة القرص. قوة القرص وين راح تجي؟ ما راح تجي على الأساس حتى نقول الأساس على القرص القوي. راح تجي على المنطقة الفاصلة بين الأساس ومنه الجدار. زين. الآن أساس كلش قوي. لكن صاعد فوق الجدار 90 جاد. 25 سنة. هذا أول ما يجي على القرص مع الزلزال شو يسوي؟ يكسر. بينما هنا شوف القوة منين جاية؟ هو جاي من هاي الكتلة، كتلة طابوقية اللي صحيح شكل وما سبب أبنية قديمة. يعني هذه جوامع العتبات القديمة المساجد وكذا هو نفسه حائل الأرض. فأنت هو أساسه حائل يعني ماكو أساسه، هو عبارة عن بنية بعدين الشيء قوي على المساحة مع القاعدة عفوا مساحة القاعدة. إذا هذا نشوف قامة العوامل الجوية والاهتزازات يعني احتمال زلزالية. مثلا المشهد في إيران زلزالية أكثر جدا. تجي بالتاريخ قذائف مال الجيش الروسي من صار في الحرب تلقى قذائف مدمرة على لبنان وتتزلزل كلها مرة. هذا الشيء أنا المسجد شفته وين؟ ساموار. لا هذا المسجد ساموار عندنا مال الملوية. عندنا هنا عندنا قرن القرن الربع القرن النص القلاع. شوف أساس مالتها عريض وماكو أساس بارين بس حيطان عريضة من الصخر والجلمون. محمد يعني العرض هو الارض تمام. اذا ماكو سؤال حتى نوصل للتسجيل حتى يكون وقت المحاضره هم مناسب من حق لما نرفعها ونرسلها نسوي المحاضره. لا نعم موجود.